المرحلة التانية من مرحلة إجساء الطيارة، نقفل البيكتشر فيور وندخل بعد كده على أعتقد على الجناحين. ما أعتقدش إن الجسم ما عادش فيه أي كلام تاني. هو بقى نخش على الجناحين بتوع على الجناحين بتوع الطيارة. في حاجة، لو أنا عايز أقلل الحتة دي اللي هي المفترض ان دي في الديفيوجن، يعني انا لو رحت للماتيريالز وجيت خدت البادي ماتيريال دبل كليك، لا اسف مش دبل كليك، هاخد دي احطها هنا كده تمام وانزل كده. المفروض دي في الديفيوجن، لو رحنا في اللايرز المفروض الكلام ده في الديفيوز لاير، اللاير دي. عايز اقلل وجع القلب اللي هنا ده شويه تمام، واضح ان هو تقيل حبتين، ومثلا انا مش عايز اقلل الاوباستي، ممكن والله نقلل الاوباستي كده فالدنيا ايه تقل. بس خلي بالك كان غلط عندنا من الاول ان احنا رسمنا على اول لير، لان لو قللنا اوباستي اول لير هتروح بالمنظر ده. فانا عايز احاول ان انا اعمل فيكس للخطا ده بطريقه تانية. هروح اخد الريزر او الاستيكا واروح للاتريبيوتس بتاعه الريسر واقلل البريشر بتاعها بالشكل ده كده، وبحرف الدال اكبر شويه زي الفوتوشوب بالظبط، واروح للبراشز واجيب براش مش اير براش، اجيب مثلا تشوك اي واحده تعجبك تمام. ونحاول ان احنا كنترول زد، طبعا اروح اجيب الروبر او الاستيكا مره ثانيه وزد، ونروح على اللاير دي تمام، ونحاول نخف الدنيا شويه. طبعا اقلل البريشر بتاعها حبه تمام. هننسى نروح لفلتر واقول له دوج هايلايتس. طبعا هايلايتس على بيرن هايلايتس، لا انا عايز دوج هايلايتس عشان ارجع الهايلايتس مرة تانية. اروح للسيتنجز واقلل البريشر شوية، وحبة كده اخف الدنيا شوية دي، علشان لو احنا مش عايزين نشتغل بالاوباسيتي تمام. ماشي بالمنظر كده ماشي. لو جينا نعمل شيفت ار عشان نجيب الريندر هنلاقي الدنيا زي ما احنا شايفين قلت قوي، بقى شكلها معقول بدون ما نستخدم الاوباسيتي. في احوال زي ما قلت مش هنعرف نستخدم فيها الاوباسيتي. الاحوال دي اللي هي زي ما قلت من شويه، لو كانت اللاير اللي عليها الشغل هي الباك جراوند لاير، عشان كده حاول تتفادى، مش حاول لازم تتفادى انك انت تشتغل على اول لاير وتعمل دايما لاير جديد، وده كان خطا احنا وقعنا فيه من الاول. لو رحنا للماتيريال بعد كده، نروح بعد كده بقى للخامة بتاعت الوينج. خلوا بالكم من حاجة اللي ممكن يفرق معانا جامد قوي في اللون، ديفيوجن والكالر، ديفيوجن والكالر والسبيكولر، التلاتة دول ممكن يفرقوا معانا جامد جدا. فهناخد نفس درجات الألوان اللي احنا اشتغلنا عليها هنا، كالر كده كده الدرجة واحدة، لكن الديفيوجن هو اللي المفروض يبقى نفس الدرجة. هنروح للوينج ننشط الخامة بتاعت الوينج، وهروح لأول شو يو في مش، وهروح بالمرة أعمل رايت كليك وآخد تيكتشر، أو آخد آسف رايت كليك على الخامة نفسها وهروح آخد الديفيوجن. طبعا الديفيوجن شانل عاوزها كده تمام بالظبط زي نفس الكالر. ولو احنا عملنا شيفت ار نرجع تاني، اعتقد احنا عملنا كده عشان بس تبقى الدنيا واضحة هنلاقي ان فرق الكالر مش هيبقى او مش كبير قوي.
ولو احنا رحنا للكلر نفسه هنا ورجعنا على الديفيوجن هنلاقي ان في واحده مالتي بلاي، وده يمكن راجع، وده اللي هيرجع اللون الغامق شويه للجناح. هنروح للديفيوجن شانل وهعمل رايت كليك واقول له نيو لير، او قبل ما اعمل هقول له نيو لير تمام، وافتح اللير الجديده. وطبعا هروح برضو نفس الموضوع، هروح هاخد برش وهاخد وليكن التشوك برش، وفي الاتريبيوتس اخلي البريشر، خلي البريشر قليل، لان خلي بالنا نعمل مالتي بلاي. في الكالرز هروح للتكتشر كالر واخد لود فروم ديسك، اخد مثلا واحده زي دي تمام، واروح هنا ل الكالر واكبر شويه بس الحجم. هروح لحواف الجناح تمام، مثلا حته زي دي، مثلا حته زي دي، حته زي اللي في الاول دي كده. طبعا كل الكلام ده مش بدرجه عاليه تمام، على اساس ان احنا زي ما قلنا هنعمل بلند مود مالتي بلاي. لو انا حتى رحت خليت دي مالتي بلاي هيبان قوي لو عملت شيفت ار. وده اللي انا ده اللي انا محتاجه، وده اللي انا عايزه يا دوب باماره ما هي باينه. انا مش عايز طبعا الدنيا تبان كانها خرده زي ما بنقول، لكن مجرد بس شويه ديتيلز صغيره. بعد كده ارجع لماتيريال رايت كليك واقول له تشانل واقول له سبيكولر كولر، كنسل، هنزل بس تحت شويه كده تمام، وهعمل رايت كليك تاني واقول له سبيكولر كولر، وهاجي في الكولر واقول له نفس الكولر واقول له اوكي. نفس الكولر عشان ما يعني الواحد ما يلاحظش اختلاف في درجات الالوان. هروح للبراشز برضه، هروح للتشوك او مش عارف دي اسمها تشاركول او ايه، ما اعرفش، بس ايا كان النطق هروح لها، اضغط على الفرشه اقلل البريشر، ممكن اوسع السبيسنج شويه لو انا عايز البتاعه تبقى منتشره او الحاجات اللي انا برسمها تبقى منتشره شويه. هروح شويه كده وبرده نفس الموضوع. طبعا اعتقد انها كده كتير، يعني عملنا شيفت ار واضح ان هي كتير، لا كتير 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 يعني. نقفل كنترول زد، اقلل البريشر تمام، ويا دوب بس مجرد حاجات بسيطة. خلوا بالكم ان الجناح التاني لسه الديفيوجن ما اتعملش فيه. دي بقى في الحتة دي بالذات انا عايز اركز هنا، يعني انا عايز اركز هنا في الحتة دي، بس هوريكم ازاي دلوقتي عشان تبقى بدرجة متفاوتة. خلوا بالكم ان دي تحت الجناح، الحتة دي تحت الجناح كده تمام، نفس الموضوع. طبعا دي السورتشز او الكالر انا مش عايزها دلوقتي، دي الحتت اللي هي هنا دي تمام. ممكن اشتغل هنا كده بس حاجة بسيطة، ممكن اشتغل هنا حاجة بسيطة كده، ممكن هنا برضو حاجة بسيطة، ممكن هنا حاجة بسيطة. لو جينا نعمل كده، لو جينا نعمل شيفت ار تمام، هنلاقي الدنيا بدأت ترجع لطبيعتها مرة تانية. تعالوا بقى نروح لشوية حاجات صغيرة. أولا لو احنا رحنا للرندر وطلعنا بس النافذة دي كده وخدنا دي، عملنا منها تاب هنا عشان مش كل شوية نفضل نروح هنا. هروح لرندر سيتنجز للأمبيد أوكلوجن تمام، هقلل الدرجة دي بقى شوية
وهخلي الاكيوراسي 80%، هخلي الكونتراست 30، وهمد دي شويه تمام، هخليها مثلا بتاع 250%. ليه كل ده؟ علشان الحتت اللي بين الجسم الطياره وبعضها. غير كده عايز اعمل حاجه اسمها بيرن بالماتيريال، يعني اعمل حرق بالخامه. يعني ايه حرق بالخامه؟ يعني ادي رياليتي بس من غير ما اقعد احط حاجات في الديفيوجن. يعني هستغل التناية بتاعه جسم الطياره ان هي تديني رياليتي اللي انا عايزه. هنجرب ونشوف هل المدى ده من الامبت اوكلوجن اداني اللي انا عايزه ولا مش هيديني اللي انا عايزه. ده اللي هنشوفه في الرندر. هو مديهولي هنا قرب الجناح اهو، تمام كده الدنيا ما فيش فيها اي مشاكل خالص. فاضل حاجه واحده، ان انا ارجع للماتيريال وارجع للسبيكولر واروح للليرز. غلطنا تاني، مش غلطنا يعني، ممكن نحلها، بس انا كده برضو رسمت على الباك جراوند، مش مشكله. هخلي دي ولتكن كولر دودج بحيث ان هي تبقى باينه بالمنظر ده كده. اروح بس للجناح التاني شوف هل الدنيا فيه مظبوطه ولا مش مظبوطه. تمام، الجناح التاني ناقصه الديفيوجن. طيب نروح للديفيوجن شانل واعمل لاير تانيه وهنسميها الوينج، ودي هنسميها ار وينج. هروح للال وينج ونفس الموضوع، هحط الديفيوجن برضو اخليه مالتي بلاي تمام، ونيجي هنا كده ونرسم هنا كده. اروح للاتريبيوتس الاول، اعلي البريشر حبه، اركز قوي قرب الحتت دي كده تمام. برضو هنا نفس الموضوع، واعمل شيفت ار زي ما عشان كده الكلر بقى حاجه واحده. فاضل ان انا اروح على الماتيريال ورايت كليك واقول له ريفليكشن واعمل اوكي، دبل كليك على الماتيريال، اروح للريفليكشن، اقلل الريفليكشن حبتين تمام، ونعمل كده شيفت ار كده. الدنيا ماشيه كويسه، مفيش فيها اي مشاكل خالص. نقفل ونيجي للجناح. في حاجة عايز اعملها في الجناح، في الحتة اللي قدام دي، عايز اروح للسبيكولار تشانل واعمل رايت كليك واحط نيو لاير. هروح في اللاير دي وهاخد كولر، او بلاش كولر، هاخد من تيكتشر، هاخد لود فروم ديسك واخد حاجة فيها ابيض بالمنظر ده كده بالشكل ده. ممكن على فكرة اني انا اضغط على سكيل واكبر السكيل او اصغر السكيل بتاع التكتشر شويه كده، اخد ديتيلز شكلها كويس. الحته دي لو انا قربت شويه كده وجيت هنا ورحت جاي راسم هنا كده، هنا اهو تمام، وعملت شيفت ار، ده اللي انا عايزه.
عايز يبان كأن في خدوش، يبان كأن في خدوش وخربشة على طرف الجناح. لكن انا هعمل كنترول زد، لان عايز اوريكم حاجة تانية، ان انا هشتغل على دبل تشانل. المرات اللي فاتت انا كنت شغال على السبيكولر بس، المرة دي بقى انا عايز كمان السبيكولر معاه البومب عشان يدي هنا زي بروز. هعمل رايت كليك على الوينج واخد البومب تشانل، تمام، سيبها زي ما هي، خليها غامقه تمام بالمنظر ده، واعمل رايت كليك واقول نيو لاير. السبيكولر دي هسميها وينج ايدج، ودي هسميها وينج ايدج دي تيل. والمره دي هنشط الدبل تشانل مود وانشط السبيكولر معايا. بس خلي بالكوا بقى ان الدنيا هنا لازم تقل حبه كده، عايز بس شويه خربشه مش اكتر. اروح لايمج او اديت، اتاكد ان التايل مش متنشطه علشان ما يعمل ليش مشاكل مع اجزاء تانية انا مش عايزها. هروح هنا هضيف بقى مكان ما انا عايز في الجناح، هاجي هنا اضغط واعمل كده زي ما احنا شايفين البامب مضيع الدنيا خالص. فهاجي على البامب تشانل، والبامب تشانل دي اقلل 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 الاوباسيتي بتاعها خالص، واجي على دي واخليها كولر دودج، تمام، واكمل على كده. او اعمل كده شيفت ار، هنلاقي رياليتي. شفتوا بقى دي كده، تمام، هشيل واروح للسبيكولر كولر دودج متظبطه. البامب تشانل اعتقد والله اعلم ان احنا هنقلل، بصوا بقى بس بتاع البامب لما يقل، عشان كده بقول ما نرسمش على اللاير اللي تحت بالشكل ده. دبل كليك كمان هنروح على البامب ده واقلل البامبنس اساسا، اخليها صغيره، تمام. وهنا خلي بالك الاوباسيتي حاجه والبامب سترينجز حاجه ثانيه، تمام. البامب نفس الموضوع، البامب هنا غير البامب هنا. طيب انا هاجي على اللاير دي واعمل كليك يمين واقول له ديليت. انا برضو كنت شاكك ان في حاجه غريبه مش مظبوطه يعني، هعمل رايت كليك واقول له نيو لاير تاني، تمام، وهسمي دي وينج ديتيل، تمام، ومع نفس التكتشر بتاعت السبيكولر هي هياها هتبقى بتاعت البامب، تمام، بالشكل ده كده او المنظر ده كده. السبيكولر برضو هاجي على دي واقول له ديليت لاير، ورايت كليك واقول له نيو لاير تاني ونسميها وينج سكراتشز مثلا، تمام، بالشكل بقى الاثنين كده زي بعض. اجي هنا بقى وارسم براحتي، طبعا دي هقلبها كلر دودج على طول، ودي هقلل الاوباستي قبل ما نبدا يعني. نيجي هنا بقى ونرسم زي ما احنا عايزين، برضو ممكن شويه هنا، ممكن قرب الحته دي كده، برضو قرب طرف الجناح من بره. لو احنا جينا بعيدنا حبتين وجينا عملنا شيفت ار زي ما احنا شايفين، شفتوا الحاجات البسيطه دي على فكره هي اللي بتدي الدنيا يعني، بتدي الحاجه لوك كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده زي خبطات بسيطه كده. ممكن بقى اروح كمان لو عايزها تبان، هروح للبامب تشانل و اعليها شويه دبل كليك، واخش للبامب نفسه واعلي البامب حبه بالشكل ده، واعمل شيفت ار بالمنظر ده كده. طبعا ممكن اخلي البامبنس قوي كده واقلل الاوباستي، او ممكن ان انا اخش للبامب واخلي البامب بالسالب بحيث تبقى لجوه. شيفت ار ثواني بس لما يجي طرف الجناح من هنا،
زي ما احنا شايفين كده الدنيا اتظبطت. فاضل بقى ايه؟ الجناح. فاضل الجناح التاني، تمام. نفس الدنيا بالظبط، حتى هنخلي على نفس الايه، يعني احنا هنخلي على نفس على نفس اللاير، مش هنروح للاير التانية. هكبر بس ده حبة كده، تمام. هاجي هنا، تمام، وهرسم نفس الموضوع كده برضو. هنا، تمام، واعمل شيفت ار. البودي بينت على فكرة من اروع البرامج اللي تستخدمها في شغل الخامات، زي ما انت شايف الحاجات دي، عشان تعملها بشغل الماتيريال اديتور العادي استحالة هتعرف تعملها بالماتيريال اديتور العادي، انك انت تدي او ممكن والله، بس هنخش بقى في شغل اللايرز وشغل الفيوجنز وي يعني هتبقى لف ما يعلم بقى الا ربنا. وكده الكالر بقى متظبط ومفيش فيه اي مشاكل. ده بالنسبة كده للخامة بتاعت الجناح. لو احنا جينا عملنا المنظر ده وجينا عملنا شيفت ار عشان نشوف بقى حاجة من بعيد شوية، تمام، هنلاقي الطيارة بدأت تاخد الشكل الحقيقي بتاعها، مش مجرد طيارة 3D. فاضل بقى نعمل حاجة بسيطة، الحاجة دي هرجع لها للسينما 4D جي اف اكس اكاديمي. طبعا انا هرجع بدل ورا كده شوية، بس هبقول لكم ده ايه بعدين ان شاء الله. هروح ل ال فين دي الكانوبي على ما اعتقد، كانوبي متهيألي، وانا ما عملتلهاش ماتيريال، تمام، انا ما عملتلهاش ماتيريال، ولا مش عارف هي دي بتاعتها ولا مش بتاعتها. طب نرجع كده ل اديت كانوبي، فعلا مش معمول لها اي ماتيريال. طيب نرجع ل بتاع بتاعتنا، والمتريال دي اصلا مش متحدده هنا، دبل كليك شيل او خلي السبيكولر، وهنروح لترانسبيرنسي ونخليها مثلا 1.3، نحط معامل الانكسار بنخليه مثلا ب1.3، نخلي مثلا الكالر هي واخده كالر، مش عايزين اصلا الكالر ده، تمام، نخلي الكالر واخد اللون ده هو كده مثلا. نروح للترانسبيرنسي، نروح للابسوربشن كالر، تمام، نخلي الابسوربشن كالر بالمنظر ده كده. نروح للريفليكشن، نقلل الريفليكشن شويه، نروح نحط فيرنيل، نقلل فيرنيل حبه، حاجه بالشكل ده كده. نضيف بقى دي على الكانوبي ونعمل كنترول ار بحيث نشوف الدنيا عامله ازاي. كويس، خدنا ستارت بوينت كويسه. نروح بقى هنا ونرجع للسبيكولر، نعلي الهايت بتاع السبيكولر ونقلل الويدث بتاعه، تمام، بالمنظر بالشكل ده كده. وممكن الفولوف نزوده ونديله انر ويدث بالشكل ده. ممكن لو قلبناها الميتال، تمام، ناخد المنظر ده كده، بس الويدث نزوده بحيث يبان. نعمل شيفت ار نشوف اشتغلت ولا لا. تمام، خدنا كده اللي احنا عايزينه. ممكن الويدث اقلله شويه، الفول اوف
اقلله شويه بغيت ازوده سن تمام، ونعمل تاني او نروح لريفليكشن نعلي ريفليكشن شويه ترانسبيرنسي، ممكن في ترانسبيرنسي ازودها حبه واعمل شيفت ار تاني خلاص كده انا جبت اللي انا عايزه كده بالظبط. وصلنا ليه الازاز بتاع الطياره، شفتوا كل ما هنمشي خطوه هناخد شكل الطياره هيبان، يعني احنا كل ما هنمشي خطوه شكل الطياره هيبان. نقف لغايه هنا في الجزء ده ونكمل ان شاء الله في الجزء اللي بعده.